السلام عليكم غزالات ديولي كيف دايرين لاباس عليكم كنتمنى يا انكم كنت تكونوا بخير وعلى خير وانتم متبعوا صحتكم سليمه هاد لا فيديو لا فيديو اللي وعدتكم بها البنات البارح وقلت لكم ضروري غادي نشارك معكم الفيديو ديال التجربه ديالي مع تقويم الاسنان ونهضروا وكيف ما كتعرفوا دابا القناه ان شاء الله بدات بمحتوى جديد ديال النصائح وعلاش لا ما نشاركش معكم شي حاجه اللي انا نفيدكم بها علاش لا يعني اي حاجه اللي نقدر وخ... راه لكم البارح وقي يكون موضوع شخصي ديالي ويقدر يفيدكم نتوما او نعاود لكم شي تجربه او لا وتفيدكم فانا راه هنا الاشاره ديالكم البنات غير هو قبل ما نبدا هذا الفيديو غنطلب منكم طلب طلب مني لكم هذه المره شكرا بعدا على التفاعل ديالكم معايا في الفيديو ديال البارح وعلى التعليق ديالكم انا فرحانه ولو من ديك المشاهده اللي ضعيفه فرحانه بها علاش لان انا غبرت يعني تغبري والباقي يعني الناس يتجاوبوا معاك ويخليوا لك تعاليق ويسولوا فيك فهذه راه نعمه حتى هي راه نعمه من عند الله فشكرا لكم بزاف البنات وشكرا على التشجيعات ديالكم وعلى يعني أه بصراحه تعليقكم فرحوني بزاف وعطاوني واحد اني بوسيوني بدوك ل... بدوك لي كومونتير باش تخليوني انني نهار على نهار نبقى نحط لكم ان شاء الله فيديو المهم البنات طلب مني ليكم هو انكم تعاونوا اختكم سليمه باش توقف القناه على رجليها ونسترجع يعني القناه كيف ما شحال هذه من جديد راكم عارفين البنات اليوتيوب انفو ما كتبقايش تحطي فيديوهات بزاف لاشين اوتوماتيكمون كتهبط المشاهده كتقل يعني صافي كطيح للصفر الصفر راه كاينين اللي كيخدموا على القنوات ديالهم كل نهار وكيعانيوا من هذا المشكل فما بالك انا اللي غبارت راه يعني ما غنبقاش نبان ما غنبقاش نبان نهائيا المهم ماشي مشكل فانا هاد المره كنقول لكم اللي وصلوا الفيديو ديالي ومازال ما مشاركش معايا في القناه فيشجعني بالتشجيع يشجعني بالتشجيع ديالو بالاشتراك ديالو ويخلي ليا واحد اللايك ديالو وتا يتفرج ويخلي ليا تعليق من القلب ديالو انا ما نقولش لكم خليو ليا تعليق زوين لا خلي ليا تعليق من القلب ديالك اعطيني واحد الكومونتير اللي بفري حسيتي به وخلي ليا تعليق ديالك في اخر الفيديو المهم البنات أه نبداو في الفيديو ياك ما نطولش عليكم من الهضره نعاود لكم على تجربه ديالي مع لي باك كيفاش درت لي باك وعلاش درت لي باك شحال تمام ديال لي شكون اللي كيخصو يدير لي باك مهم هاد لي كاملين غادي نهضر لكم عليها فهاد في لا فيديو انا كنت من البنات اللي ما عمر كان فمي عوج بهذا المعنى يعني ما عمر ما كانت عندي سنه مركبه على سنه ولا فلا بالعكس انا خرجت على فمي الراسي الراسي داكشي علاش انا بغيت ننصحكم فهاد في لا فيديو باش ما ديروش في حالي ما ديروش الخطا اللي درت انا حتى صدق دايره لي باك واخا انا فمي يعني مقاد فالمشكل فين كان انا كنت حيدت واحد جوج درسات من فمي وما كانش خاصني نحيدهم ومن حيت الدرسه الاولى ورجعت باش نحيد الدرس الثاني الطبيبه ما بغاتش تحيدها لي واصلا ما بغاتش تحيد ديتا الاولى قالت لي مازال تعال جهه مازال تسوانه وبزاف انا صافي بقوه الالم اللي فيها قلت انا هذه ما بقيتش بغيت تبقى في فمي <applause> بغيت نحيدها في مره المهم رجعت حيدت الدرسه الثانيه وهي تقول لي شوفي راه دابا من حيدت هذه الدرسه الثانيه راه ساهل جدا ان الفم بحال كيلقى اتساع كي كيتفرقوا السنه ما كيبقاوش وحده على اختها يعني حتى الفم ملي كيكون عامر كتكون كل وحده وحده مطاكيه اخرى وشادين بلاصتهم ولكن ملي كيكون واحد الفراغ ما كاينش يعني واحد الفراغ ف ما كاينش واحد الدرصات ولا واحد السنات فالمهم كيتشتت الفم ما كيبقاش وحده على اختها فهذا هو اللي دارت اختكم سليمه حيدت ديك الدرصه فعلا انني وسع لي الفم ديالي يعني ولا ما بين سن و ممكن انني نخش الكوردون وقالي يدوز هكا فهمتوا يعني خرجت عليهم وحاجه اخرى حتى بالنسبه للكوردون د السنان راه اللي كيستعمل كوردون د السنان بزاف فمو حتى هو كيخرج عليه لان الكوردون ديال السنان حتى هو كيخرج على السنان راه ما كيبغيش راه لان السنان راه ما نورمالمون راه ما كيدارش بداك الكوردون راه كاين الخيط الطبي ديال السنان اللي كيقي السنان من الداخل هذاك الكوردون غير كيوسع حتى هو السنان حتى هو راه البنات كيخرج على السنان بزاف وكيمرض اللثه الا كنتي كتكثري من داك الكوغدون بزاف راه كيمرض اللثه كتخرج على اللثه ديالك وكيخرج على السنان بمعنى اخر لان كاين الخيط الطبي طيب هو اللي كينقيو به السنان صافي صدقت مشيت عند الدونتيست قال لي ضروري لي باك باش يتجمع لك فمك لان في الصغر ديالي كانت عندي ديك الفلجه القدام وغير مني عمر الفم تزير وتجمعات الراسه يعني هذا عامل غيزيد يسهل لك ان دغيا الفم ديالك يدير حاجه اخرى كيكون عامل وراثي بالنسبه للبنات اللي كيكون عندهم يعني في العائله مشكلة السنان لان بزاف الناس كيكون عندهم وراثي داكشي عندهم مشكل في السنان ديالهم دغيا كيمرضوا دغيا كيتسوسوا او لا سنان معوجين حتى راه وراثيه فمهم حافظوا على سنانكم وما تخويوهمش وحاولوا ما امكن تحافظوا عليهم ما تمشوش على لا كاع الطبيب يعني الانسان الا كان كيعتني بسنانو كيحكهم ما كيخليش فيهم الماكله ماشي كينعس هو واكل مثلا بزاف الناس كتشوف فيها كتاكل كتعشى كتسالي ما كتفكرش انها تحك سنانها صافي كتفكر انها تمشي غير تنعس وديك الماكله اليوم على غدا اليوم على غدا تتكون تكون ديك السوسه كتولي تت... يعني حتى كتوصل وقتاش كت... وقتاش كديها في سنانك حتى كتحسي بالحريق في سنانك وراه ملي وصلتي انك وصلك الحريق للسنان تما صافي راه يعني السوسه وصلات للعرق يعني دخلات مزيان ف صراحة السنان والله يتصعب صعاب وحرهم صعيب وقد ما قد الإنسان يحافظ عليهم يحافظ عليهم والله العظيم يعني قد ما إنسان قد يحافظ عليهم يحافظ عليهم مهم ما عليناش درت لي باك كانت عندي تخيطمو فيها عام ونص حتى العامين مينيموم ميني ماكسيموم ما غاديش نفوت فصافي درتهم تقريبا في رمضان ديال 2019 صافي لا رمضان ديال 2018 درت لي باك ودابا فهاد الاخر ديال العام صافي حيتهم مشيت عند الطبيب حيتهم رجعوا لي اسناني ها انتما كتشوفوا عاديين صراحه لي باك يقادوا سنان بالنسبه للبنات اللي كيكون عندهم سنان مراكبين يعني شي فوق شي فهنا كيضطروا انهم ملي كيمشيو عند الطبيب كيضطروا انهم, أنهم كيضحيو بواحد الدرصه ولا بواحد اكثرين في الدروس كينقصوا ليهم من الدروس باش كي باش ملي كيديروا لي باك بحال كلشي كيرجع حنا حنا باقين كنهضروا فيه يعني السنان ملي كيلقاو فيني فيني تقادو كيتقادو الراسهم يعني كينقصوا ليهم من الدروس باش كي باش كي ملي كيدير لهم السلك وكيبداو يرجعوا كيتسرح لكم كيولي مقاد فهمتوني ما عرفتش واش فهمتوني ولا لا مهم فهذا هو اللي كاين الثمن اه ديال لي باك كيبقى على كل وحده على حساب الفم ديالها يعني انا ما ماشي طبيب ما نقدرش نقول لكم انا مثلا ما كانش عندي لي باك غاليين بزاف ما, ما فايتينش واحد الحد ما يعني ما, ما غاديش نفعكم الا قلت لكم الثمن شحال انا كل وحده كاين مهم من 2000 درهم للفوق كاين من 2000 درهم للفوق كاين اللي فمها يعني ما محتاجش يعني بزاف بحال دابا انا ما ما عنديش مشكل بزاف يعني ما كانوش لي باك ديالي غاليين بزاف كاين اللي غيكون عندها غالي بزاف راه كاينين اللي واصلين حتى ل 20000 درهم كاين اللي واصلين حتى ل 40000 درهم ألف درهم المهم اش كنقول لكم راه غاليين سنان لا في التريتمون ديالهم لا في لي ديالهم لا في لي باك ديالهم الا بغيتي ديريهم في اي حاجه فهادشي الانسان خصو يحافظ عليهم باش قد ما إنسان قدر يحافظ على سنانه ويحافظ على سنانه فكنظن انني جاوبتكم على لي كاستيون كاملين علاش يعني درت لي وشنو السبب باش درت لي من دي ديال لي باك صافي اه باش ما ننساش مني مشيت نحيد لي شنو كي... شنو كيكون نسيت ما قلت واحد الحاجه اخرى بالنسبه لي باك آه. شنو ك... شنو كنت كندير فاش كنديرهم يعني راه ماشي غير كديريهم صافي كيبقاو فمك العام كامل ولا ديك العامين على حسب التريتمون شحال عندك فيها لا كيكونوا واحد ليمي واحد الحصص اللي كتمشي اللي كتكون عندك جوج المرات في الشهر ولا مره في الشهر كتمشي باش كتبدل لي بوند انا كنت كنبدلهم جوج المرات في الشهر ما كنقدرش نبقى بيهم بصراحه شهر كامل لان سورتو الا درتي دوك اللي فيهم اللوان ولا شي حاجه فمع السخونيه ما كيفقدو داك اللون وكيولي ولا درتي شي لون فاتح تبدل ليهم اللون حنا المغاربه راك عارفين كل الحاجه فيها الزعفران بزاف وداكشي فكيتبدل ليهم اللون وما كيعجبونيش انا صافي ما كنبغيش نبقى بهم فحال ممكن كل جوج المرات في الشهر كنمشي كنبدل اللون ديال لي كيحافظوا عليهم باش ما كيجرحوكش باش ما كيجرح ديك, ديك البوند اللي كدير على الباكا كتحافظ ما كتخليش لك داك الحديده انها كتجرحك يعني كيعاونو هذا هو الدور ديالهم وبالنسبه للي كيديروا لي بوند اللي كيزيروا كي بهم هذوك حتى هما كيخصهم يبدلوهم نورمالمون جوج المرات في الشهر لان كتجمع فيهم الماكله وبزاف د الحوايج يعني السلك فوق مثلا داك لاستيك راه بزاف راه بزاف راه شي العذاب اللي كيعذبوك شحال من واحد كيشوف كي كيقول لك لي باك زوينين لي باك زوينين اه ضحكه كتولي عندك واحد الضحكه ولكن كاين اللي ما معاه معاه كاين اللي كيجيو معاه كل واحد وكيفاش المهم البنات ما يعرف غير الطبيب اللي يمشي عنده ما مح... فلوس تيعرف راسو فين يحطهم ماشي عند يعني من والا. يمشي يمشي عند الناس اللي مختصين في التقويم ماشي انا ما نقول له ما حتى عند الطبيب يعني اللي كيدير كل شيء يمشي عند المختص في التقويم هو اللي كيعرف شنو كي يعني اختصاصه يعني اختصاصه يعني كيفهم فيهم اكثر فهذا هو اللي غادي نقول لكم من بعد فاش حيت لي باك درت واحد نيتواياج باش كتحيد ديك الكولا اللي كيكون لاصق في هذيك الباكا وداك الشيء شحال من واحد كيتفاجئ كيلقى اللون ديال السنان ديالو تغير ليهم اللون وما كيكونش السبب هو انه مثلا لي باك خرجوا له على سنانو لا هو النهار الاول الا داير لي باك غالي ندير نوع السلك غالي راه ما غيتبدلش ليهم اللون لان ما, ما غيتبدلش ليهم اللون السنان ولكن فين كاين المشكل هو العناية ما كتكونش العناية ما كتكونش مية في المية او لك يكون دير سلك رخيص او لكن شوف انا بزفت البنات اللي كيديروهم ما سنان هم معوجين ما, ما تشي حاجة ما محتاجينهمش ما هما باغين يديروهم ف عيك يخرجوا على فمهم صراحة انا درستهم وندمت وكنت كنتسنى غير وقتاش نحيدهم وماشي مرة ما جوج مشيت باش نحيدهم غير كنت حيت عندي أه شي دروس وداكشي باقي خصهم يتعمروا باقي المهم عندي يعني كلاو كلاو الشحط ولكن ما يمكنش انني دايره لي باك كندير العماره لي باك غير كيطرطقوا لك العماره بالعكس اي عماره فمك غير لك لي باك هادي باش تكونوا عارفين يعني, يعني زاد حتى هذا دار دا ليا مشكل المهم دابا الحمد لله بشويه بشويه, بشوية بديت كنزواني وانا ان شاء الله نقدر نبقى نبارطاجي معكم من نمشي عند الطبيب ونبارطاجي معكم كل شيء ديال لي سوان ديالي دابا اللي سندير على سناني فهذا هو اللي المهم الحمد لله كما نقول لكم الضحكه صافيه كما يقولون ما فيها شي حاجه احسن حاجه وعرفت بقيمة السنان بزاف وكثر صراحه انا كنت من النوع اللي كان غلط من بعد المرات ناكل نقدر ناكل حلوه بزاف وما نحكش من مورا اسناني صافي تنقول باش انا نبقى غير نحك اسناني صافي بركه كنحكهم ملي كنفيقو ونحكهم ملي كنعسوا ولكن وسط النهار صافي ما كتبقايش ديها فيهم تاكلي اللي كليتي كيبقى داكشي واحد لك في اسنانك كتزيدي تخرجي على اسنانك حتى كيتسوسو حتى كيتثقبوا هذا هو الخطا الصراحه فتهلاو في سنانكم هذا هو اللي غنقول لكم وكنتمنى التجربه ديالي نكون فتكم بها ونكون عطيتكم واحد بعض النصائح وحفزتكم بالنسبه للبنات اللي عندهم مشكل في سنانهم سنان انهم ما تعجزوش تمشي اختي عند طبيب سنان علاش لان سنان عرفتي لو ديالهم بشكال قد ما تعطلتي عليهم قد الفلوس كيزيدوا قد ما الالم كيزيد يعني السوسه تزيد في السنه فاين فوا نحس بشي حاجة نمشي نجري عند الطبيب ما نخليش حتى يتزادوا الفلوس عليا ونزيد نمرض فمي هذا هو اللي كاين فتهلاو ليا فراسكم وكنبغيكم بزاف والنصيحه الاخيره بالنسبه للناس اللي دايرين ديجا لي دايري باك تهلاو في سنانكم وحكوهم مزيان باش لان كيديروا واحد الريحه خيبة في الفم مزعجه مزعجه فانت كتكوني كتشميها في راسك مزعجه كيفاش غيشمها فيك واحد اخر فاعتنيو بسنانكم كاينين يعني دي بان بوش زوينين اللي كيشلل بهم الفم وكيحيد داك, اللي داك لي باكتيريا داكشي الشيء اللي كيبقى اللي ما كتوصلوش الشيطه يعني البلايص لي ما كتوصلش ليهم الشيطه بالحكان راه راه ليلى يلا راه تحكي تسعي ولكن كاين شي بلايص ما كتوصلش ليهم الشيطه كيعاونك فيهم غير لي بان بوش واللي يعني كاينين كاين دي برودوي اللي كيتشلل بهم الفم زوينين راه موجودين يعني عطاهم الله في الفارماسيان ديال الناس اللي با كاينين يعني شتي سنان خاصين بالناس ديال لي باك راه عطا الله راه ماشي راه داير لي باك راه ماشي غير تحك سنانك را عادي راك ماشي ماشي عادي سنانك ماشي عادي يعني, يعني ده فيهم شي حاجه يعني راه ما غي ما بحال اللي كتحكيهم عادي فتهلاو ليا فراسكم وكنبغيكم بزاف وكنحمق عليكم بزاف وما تنساوش تشجعوني في القناه ديالي وما تنساوش راكم في القلب ودائما يعني ام ان شاء الله نشارك معكم اي حاجه والموضوع اللي بغيتوني نشاركو معكم خليو لي لي كومونتير وانا راه الاشاره فاتصلوا لي فراسكم بزاف وباي باي ليكم فيديو جديد ان شاء الله